بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل طلاب وطالبات الأعزاء في جروب رابعة ابتدائي برايمري فور دفعة 2025، حصة يوم الأحد ساندي 29 سبتمبر. الحصة اللي فاتت بدأنا بريفيو مراجعة على قاعدة الصفات والمقارنة، الصفات القصيرة والطويلة والشاذة. اوكي، خدنا سؤال كوريكت زي ما انتم شايفين، وبعد كده اخدنا الخريطة الذهنية لدرس الحيوانات في مصر. بدأنا بالمقدمة وبعدين اسماء الحيوانات دي والصفات بتاعتها، وبعد كده هنكمل بأهمية الايه الحيوانات ديت، والخاتمة ان شاء الله في حصة يوم الاربعاء. اوكي، نرجو التركيز على العناصر والافكار اللي بتجيب لنا جمل نكون بها باراجراف. اوكي، دي الخريطة الذهنية. طيب، بعد كده اخدنا الهوم وورك بتاعنا والكلمات. ليسون 3، الدرس الثالث، لوكاس اند هيز فارم، لوكاس ومزرعته، CLIL، ماث، الرياضة، ربط الرياضيات بالانجليزي، برونانسيشن، النطق، land، يهبط او يرسو او ارض يابسة، polluted air، هواء ملوث، a liter، difficult، صعب، بتسوي كلمة hard، special، خاص او مميز، a farmland، ارض زراعية، grandparents، الاجداد، rain water، مياه الامطار، dry، جاف او يجفف، the United States، الولايات المتحدة، decided، يقرر، change it، يغير او يتغير او يتحول او يصير، buy boat، يشتري، bring boat، يحضر او يجلب، at first، في البداية او اولا، proud of، فخور بي، work very hard، يعمل بجد جدا، decide to، يقرر أن، ولازم بعدها الفعل في المصدر بدون إضافات. دي بعض الجمل المفيدة جدا، ترجمة وفهم، وده برضو تكملة الواجب بتاعنا والتحضير والإيه والترجمة، ودي قاعدة خاصة بالحساب. نرجو التركيز والاهتمام والمذاكرة من الجميع. كان معكم مستر وائل ربيع البدري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.